بسم الله والابن والروح القدس الله الاحد امين. احنا في جنينة دير السريان وباسم مجمع دير السريان بنشكر قداسة البابا ونشكر الاباء المطارنة والاساقفة اللي شرفونا النهاردة بمناسبة شم النسيم وهذا التقليد الجميل القديم في الدير منذ أكثر من 75 سنة وربنا يديمه علينا نعم وأباء دير السريان كلهم مبسوطين بقدوس قداسة البابا حضور الآباء ومطارنا شرفونا النهاردة بمناسبة شم النسيم عاوز أقول يعني إنه ده كما هو معروف عيد مصري قديم من أيام الفراعنة وكلمة شم النسيم دي كلمة قبطية شم نسيم يعني حديقة الزروع الجنينة يعني الجناية أو لو قلنا عربي شم النسيم شم هوا نقي والهوا النقي دايما بيبقى في الجناين اللي فيها الأشجار والأشجار دي هي مصنع الأكسجين اللي بيجيب نقاوة الهواء والنسيم. عايز أتكلم عن أهم المأكولات اللي بناكلها في هذا العيد في شم النسيم هم أربع حاجات: البيض والأسماك والبصل والفص، وكل حاجة منهم ليها معنى ليها تأمل. البيضة دي معروفة أنها ترمز للقيامة زي ما بتبقى البيضة مقفولة ويطلع منها كتكوت حي، كذلك القبر كان مغلق وقام منه المسيح لاهي الثالث منتصرا على الموت، وبقى الشعار بتاعنا أين شوكتك يا مات أين غلبتك يا هوي. في ناس بتحب تلون البيض بألوان مختلفة، دي برضه عادة مصرية قديمة، كانوا مش بيلونوه بيكتبوا أمنياتهم عليه بأقلام مخصوصة، اللي عاوز ينجح يكتب عليه، اللي عاوز يخلف، اللي عاوز يتجوز يكتبوا أمنياتهم في السنة الجديدة على البيض ويأخذوه على الضفاف في النيل في الحدائق العامة ويأكلوا البيض ويطلبوا أن ربنا يستجيب لهم دعواتهم. ده بالنسبة للبيض. بالنسبة للأسماك، السمكة ترمز للمسيحي، المسيحي زي السمكة معيشة في المية كتيرة أوي جوا البحر لكن ما تاخدش من المية دي إلا القليل اللي تحتاجه عشان تمتص منه الهواء المذاب فيه يخليها على قيد الحياة. المسيح المفروض كده عايش في العالم الواسع ده كله ما ياخدش منه إلا احتياجاته،
احنا نعيش في العالم لكن ما نخليش العالم يعيش جوانا، ناخد احتياجاتنا من العالم لكن ما نعيش في الطمع الذي هو عبادة الأوثان. فيبقى المسيحي عايش في العالم، نور للعالم، ملك للأرض. السمك دايما بيبقى مملح عشان يحفظه من تعفن الملح، ملح حفظه. فبرضه قوة المسيح بتحفظنا من العالم. ومعلمنا بولس يقول لكم كلامكم بنعمة مصلحة بملح. فسمك ترمز للمسيح من نواحي، كما ترمز المسيح نفسه. كلمة سمكة في اليوناني مكون من خمس حروف، اختص، والاختص لي عبارة عن الحروف الأولى من كلمة أو عبارة يسوع المسيح ابن الله المخلص. يسوس، يسوس، إيوس، تيوس، كثير. يسوع المسيح ابن الله المخلص. السمكة ممكن ترمز المسيح وترمز المسيح نفسه اسمها. من الحاجات المهمة جدا تم المسيح أكل السمك المملح اللي بيحفظوه لهذه المناسبة. الحاجة الثالثة المفضلة برضي البصل. البصل الأخضر يرمز الحياة، دايما الخضرة ترمز الحياة. البصل الأخضر الملوحة، السمك المملح ده بتبقى أكلة لذيذة محببة، خصوصا مثلا زي كده أيام الأفراح يعني. لا عمل خمسة سبعة. الحاجة الرابعة اللي برضي كانت مشهورة الخس. يقول الخس يرمز الخصوبة، الأرض الخصبة تجيب محصول كثير، الإنسان أو الست المخصبة تجيب أولاد كثير. الخصوبة مطلوبة سواء في الأرض أو في الإنسان نفسه. واحنا بنقول أما الشعب خلقنا البركة وروح ملوك وقوات وقوات يصنعون إرادتك منهم، مش ناس وبس، لازم الناس يستخدم مجهود يصنعوا إرادة الله في عيشه. إيه شم النسيم ده كان في الأول دايما بيبتدي يوم يبقى في 21 مارس بداية الربيع ده أيام الفراغ. لما جت المسيحية بقى 21 مارس ده بيبقى في السنة الكبير، حولوا العيد ده من 21 مارس للاثنين التالي لعيد القيامة علشان يقدروا يفرحوا فيه بعد عيد القيامة على طول، ويطعموا التنزهات وياكلوا الاكل الفطاري مثل اللحوم والاسماك وغيره، ويعيشوا كده فرحة كم يوم كده يعني استمرارا لفرحة قيامة المسيح. وآية جميلة بتفكرنا بها دائما معلمنا بولس، يقول إن كنتم قد كنتم مع المسيح مطلوب مفوق حيث المسيح جالس تمر مفوق لبن على الأرض.
احنا بنشكر قناة سي او سي، بنشكر الاخوة المهتمين بيها، بنشكر حضرة البابا، ونشكر كل الناس اللي حضروا النهاردة وشاركونا هذه الفرحة، فرحة القيامة وشم النسيم في ليلة كرم العام. كل سنة الكنيسة كلها ومصر كلها والعالم كله بخير وسلام وأمن. إلهنا في المنطقة.